سلام بنات، مرحبا بكم في قناتي. اي اليوم جيتكم بموضوع حساس بزاف، طلبتوه مني يعني موضوع يستاهل نهضروا عليه، واللي هو موضوع الزوجه العامله كيكون دراهمها واش دير بهم بعد زوجها. اسكو تقاسم مع راجلها ولا راجلها كيقولها عطيني شحال لازم تعطيله اكسيتيرا. يعني قبل ما نبدا الموضوع هذا راح نقول لكم بلي راح نحكي بموضوعيه تامه، قولوا ليش الراجل مسكين ولا الراجل كذا ولا الراجل كذا. انا راح نحكي ديريكت، يعني تعرفوني بالموقف تاعي. قبل ما نبدا اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، حطوا لايك عجبكم الفيديو، وتابعوني في الانستغرام. حاجه الاولى اللي نحكوا عليها انكم الا كنتوا متفاهمين، المفاهمه مليحه بزاف وتفيد بزاف المشاكل. الا كنتوا متفاهمين، مثلا قال لك انا نكري بصح لازم تعاونيني، هنا عارفه بلي لازم تعاونيني في الكريه، قول له شحال نعاونك. يعني تكونوا تهضروا هكا في فتره تاع الخطوبه، ولا باباك يحكي معاه، ولا يعني هاد الامور لازم يتحكاو باسكو يديروا بزاف المشاكل. وصاحبه اختي طلقت على جال هذا السوجي، راح نحكم مع راح نحكي لكم حكايتها من بعد. دونك اذا قال لك عاونيني مثلا بمليون، عاونيني بزوج ملايين، عاونيني بمليون ونص، عاونيني ب 500000، لازم يقول لك شحال تعاونيه. والا ما قالكش يعني شوفي ابيبري، يعني نسيت هذه الشمعه باش نشعلها. اذا قال لك ابيبري يعني شوفي صالير تاعو ابيبري وين راهو، وعاونيه على حساب الصالير تاعو. يعني الا كانت عندك صالير عالي هو ناقص، انت اكيد شوفي ابيبري. المهم ما تحقريش روحك، والمهم بارادتك انت، يعني انت كي حابه تعاونيه الوغ عاونيه، ماشي هو يفرض عليك هذا الشيء. اذا كان الا شتيه الراجل ماشي لاحق، يعني الصح ماهوش لاحق، وانت عندك دراهم، ما يعني حاجه بيدي هي انك تعاونيه، هذا راجلك ويغيضك. دونك عاونيه بالحاجه اللي تقدر عليها، مثلا تنقص عليه نص القضيه نتاع الدار، ولا تنقص تعاونيه في التريسيتي، ولا كتعرفوا المصاريف هذوما. تعاونيه بالحاجه اللي تقدري عليها انت من الصالير تاعك. كي تكونوا مخطوبين يعني يعني المراه تحشم تقول له على الصالير تاعها، تحشم تهدر ديريكتومون بلي انا ما نعطيكش صالاري، ولا شحال تحب نعطيك من صالاري، ولا شوفي اذا كان طماع راح يبان، يقدر يبان لك في الفتره تاع الخطوبه، ويقول لك تعاونيني وتعطي لي وانا راجلك وكذا. كيما انا خطره صرات لي، بالك حكيتها لكم في الفيديو تاع قطيع الشوط، مانيش شافيه، مي خطره كنت رايحه الخدمه صباح ربي يعني 8 غير، لقاني واحد لاباس به وشباب ومستيكي ومفتاح تاع طوموبيل في يدو، خارج من الطوموبيل. اختي معيش نهضر معاك، خير واش كاين؟ قال لي تخدمي هنا. شوفي مليح، شوفوا مليح لا كيستيون، قال لي تخدمي هنا. قلت له ايه، على بالكش ما خصو في الليسي هذاك. قال لي مخطوبه ولا لا؟ لا. سما جوغي دو، يعني جوغي دو نقولوا اسكو تعرف تغسل الماعن وطيب باش نريبوندي له مخطوبه ولا لا؟ لا، باسكو هذا ناوي ديريكتومون يدي مرا خدامه باش يدي لها دراهمها. يعني انا فهمته، يعني اصلا انا كنت مخطوبه ذاك الوقت، دونك قلت له مخطوبه خليته راحت، مي جوغي دو من بعد خدمت لي، قلت علاش ما عطيتلوش لا فيرسيون تاعو. من بعد واش دار؟ حكى صاحبتي اللي كانت تخدم معايا، وهي جات حكات لي، يعني انا مت بالضحك. قالها كيما انايا، وهي كون ما كانتش مخطوبه، وهو كان يعني بريزونطابل، يعني راجل ما عندي ما نقول فيه، يعني كي تشوفي هكا ظاهريا كون ماشي ديك الكلمه اللي تفطنك. قالها نجي نخطب، وناوي يخطب، يعني ناوي يدي بخوف، هذه هي ناوي يخطب. عجباتو صاحبتي، خلاص طاها النيميرو كلش باش يجي يخطب، مي كي طاها النيميرو باش يهضر معاها على الصالير. واش قالها؟ ايماجيني الهضره الاولى، لابيل الاولى، يعني قالها الصالير تاعك كاع تمديهولي. او ريلي الصالير تاعك كاع تمديهولي. قلت له كيفاش ندولك كامل؟ قلت له كاين والدي، يا نحب نعطيهم، نحب نشيلهم كامل. قالها لا لا، والديك على العين والراس، بصح انا هو راجلك. بدا يبلعط فيها، انا راجلك، انا كلش في حياتك، نتعاونو ونديرو الدار، وتعاونيني تعطيني الصالير في يدي. قلت له لا كتشوفي يا قريت مو الطابلو، يا ديغاج الي. دونك هذا توقع او عارف بلي كاين بنات يقبلوا بهذا الجوغ، كي هو اوزا وجا هضر معاها. دونك نتوما يبات بالك وبالك 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 الطماعين، هذا الطماعين على جالهم يصرى الطلاق. دونك ما تدوش واحد طماع، يعني الا قال لك صلاغك في يدي قول له نو، الا قال لك بالسيف قول له تربح، ما عندي ما ندير بك، باسكو ماشي نيتو فيك، نيتو في دراهمك. انا تاني اختي كانت تخدم بروف في الليسي، وكانت عندها طوموبيل، كانوا يجوا يخطبوها على جال
كي يشوفوا عندها طوموبيل يقول لك عندها هي مسكينه بستيف باش بستيف باش تغير تحيتها كاع يطلب. المهم كي تقول لهم ما نخدمش مور الزواج يروح ما يعاودش يولي. ايماجيني الماتيرياليست هذوما. وثاني خت صاحبتي اللي قلت لكم طلقت صاحبه اختي اللي قلت لكم طلقت كانت راجلها تعرفوا وتحبوا كلش كانوا يقراو كيف كيف في لافاك ويخدموا كيف كيف كانوا يقراو يعني حاجه مليحه كايا كي تخرجوا يخدموا كيف كيف نفس الخدمه سما نفس الصالير دار عليها قالها بسيف تعطي لي الصالير تاعك ولا تعطي لي نص الصالير تاعك وهي كوم يعني بيرسوناليتي قاويه يتقاتلو وش تكون انت باش انا نعطيك الصالير تاعي يعني لا يعني خدام عليك راك لاباس بك ماشي قال ماشي لاحق ولا راك مكفي راك بدارك راك بصالغك بطونوبيلتك علاه تدي لي الصالير تاعي على هاد الحقره ما لا قالها ما تمدي حتى لدور الوالدك وهي كانت تعطي نص الصالير لامها واقيل با قالت له نو 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 طلقوا ما تفهموش على هذا السوجي وكي يطيح الراجل من عينك خلاص يعني واش يقعد او يبروفيتي فيك يعني اذا راجل هذايا يعني راني نحكي لكم هاد ليكا ثاني وحده تكون لي من البعيد تخدم وتال موالفها راجلها تخدم وتصرف على الدراري من داك تجيب القضيه للدار واش دار السموح بطل الخدمه وي بطل الخدمه وقعد في الدار اوبليجيها تخدم طول حياتها مازال هذوكا وقال غير دي لا غوتريت وهي تموت بربع الدراري تخدم ومحبش كل ما تحب تبطل ما يخليهاش ويوبليجيها وقال يضربها مش عارفه كيفاه. المهم يخدمها بالسيف يعني هي تخدم عليه شوف كيفاش تقلبت تكون طفله ماذا بها تخدم بس مسكينه تشري حاجه زياده اللي ما يقدرش راجلها يشريهم لهم لو كانت تحب تشي طمشي طنوبيل ولا يعشي الراجل يطمع في دراهمها ويديهم لها ويصراو المشاكل وبلاك الطلاق وبلاك مشاكلها كافي يعني تكرهي راجلك على عليا على لازم تفهم انا من الديبي نتفاهم معاه باللي صالاري ليا الا حبيت نعاونك الا شتك تسحق صح المعاونه باش نعاونك ولا سينو كيفاش انت تعاوني راجلك انك تعطي له دي كادو زعما تشري له كادو خصاتو حاجه تشريها له كادو تغلفيها له باش يفهم بلي كادو بلي ماشي انا عطيتها لك باسكو راك مسحقها لازم هذا الشيء. علاش انا نحكي بموضوعيه باسكو هاد لي كا لو كان كانوا موضوعيين من قبل كانوا حطوا عقلهم في راسهم ما صارلهمش هكذايا يعني الرجال حاشا ما يستاهلش يعني دي بروفيتور حاشا اللي ما يستاهلش وراهو 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 تلقاي بالك تحسبيهم باليدين اللي ما يدناش الدراهم للمراه يعني اقل شيء اقل شيء يقول لك عندك دراهمك ما كنصرف عليك. كيما وحده كانت تخدم مع اختي قالت لها كبيره كبيره يعني 50 سنه هكاك في عمرها قالت لها نتشهى يا خدامه ورجلها خدام قالت لها نتشهى يشري لي بنيغه تاع النينو من المارشي ايماجينيو تيلمو ما يصرفش كاع عليها خلاص هي ولات راجل تاع روحها دونك شاف عندها سالير شافها مكفيه وهو مكفي قال انا نصرف عليها هي تصرف على روحها ما يعطيها حتى حاجه. وواحد اخرى حكت لنا عليها برد خالي ثاني كيف كيف كانت تخدم معاها قالت لها وقل طحت لها طوموبيل تاعها اون بان والسالير ما دخلهاش يعني ما كان حتى ما كان عندها حتى دوره قالت للراجل تاعها اعطني قسمه نروح للخدمه شحال عطاها ايماجيني من داك الوقت شحال عطاها 2000 2000 اباكم اسنا نوريكم صباطيه 2000 1000 راك باش تروح في البيس الصباح و1000 راك باش تولي ما طاحش ميم با دراهم الفطور ايماجيني. وهذا راجلك تالمو الراجل يوالف يا اخي كيمثل يقول الراجل كيما ولفتيه والطفل كيما ربيتيه الا ولفتيه تصرفي على روحك الا ولفتيه تصرفي عليه الا ولفتيه تصرفي على ولادك الا ولفتيه تصرفي على الدار السلام عليكم. ما هو يكون مليح ما مطينا تاعو تكون مليحه يوالف يوالف ما يصرفش عليك سي بون خلاص كي تقولي له خصني حاجه يقول لك او ودراهمك وراه ما يجبدي دراهمك تشوفي هذا هكذا كاع غاشي راهو صاري لهم صغار اللي يعني مرته خدامه زد صرف عليها راح تقولوا لي هنا كي يكون خدام عليها نسحق راجلي يصرف عليا هذه عقليه غلطه المراه تسحق الراجل يصرف عليها باسكو هذاك الشيء فيه في حاجه كبيره تحسها المراه باللي عندها واحد تكى عليه عندها واحد يخمم عليها ماشي انت تكوني قاعده يجيب لك راجلك شرى لك جيلي ولا شرى لك صباط هكا ماشي تفرحي تموتي يا عمري راك تخمم بي فيا ميم با داك الصباط ما يجيكش وميم با داك الصباط ماشي كاع الجوغ تاعك ما يعجبكش مي هذاك لو جيست بزاف 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 يكونتي عند المراه وديجا ديجا ربي علاش دار القوامه مال الراجل ودا المراه تاع الراجل باسكو الراجل يتعب ولازم لازم عليه يكسي المراه ويوكلها ويشربها وكلش سي بوغ سا المراه تطيعو
دونك علاه كي ما ديليش هذا الشيء كامل على هذيك اللي راهو صار بزاف طلاق باسكو المرات اللي ما تقدرش الراجل ما يولي ما يقدرهاش. انا عندي دراهم كنت عندك دراهمي خلاص عايشين شغل شركاء في الدار ماشي ان كوبل. سي بور سانتي يا ردي بالك بزاف من هاد السوجي من قبل في وقت الخطوبه تفهمي مع راجلك قول له شوفيه هو واش يهضر باسكو كي تكوني خطابه خدامه راح يهضر لك شويه على دراهمك راح يهضر لك واش انا حابين نديرو انت سبقيه قول له حابه دراهمي نطمشي طونوبيل ولا دراهمي نعطيهم ليما ولا نطم ندير عمره ولا نصرف على روحي ولا تروسو ما درت فيه والو امور زواج نعاود ندير تروسو كومبلي تسمى مبينين له بلي دراهمي راح ندير بهم حاجه ما حاش نجيب هذاك الصالير وناكل ونشرب به هذا ما كان نو دراهمي ليا انايا كي يوالفك هكا في الديبي بعد يوالف كامل بهذيك العقليه يوالفك انت هكا عندك قلت لك وقتاش تعاونيه كي يكون محتاج ولا مره على مره ديري له كادو هذاك الكادو هو انك تخلصي له حاجه خصاته ولا حاجه تخسرت له ولا حاب يخدم طوموبيلته ما عندوش عاونيه ولا المهم هادو هما هاو كيفاش تعاوني الراجل هاو كيفاش تقسمي دراهمك معاه ما لا اوبليجاك وقالك بالسيف تحطي دراهمك عندي هذا غير بطلي قبل ما تزوجي به ولا كنتي مزوجه معليش دوسو خطره زوج ثلاثه وشوفي وين هي رايحه الا قال لك بالسيف يعني شد في كلامه تبريفير تبطلي خدمتك جاب لي ربي خير من تقعدي تخدمي ليه هو يعني تخي ماجي تخدمي 30 يوم تنضي الصباح تولي لف الليل تزيد تخدمي في الدار ومن بعد ما ديري صالير تعطيه له ليه وهو ما مكفي يعني ماهوش ما ماشي مكفي ما تديليش كاع صالاري انا انسان ونسحق نخدم برا نسحق ريكومبونس من التعب تاعي اي انسان هكذايا دونك عرفي مامي لما مديتي له عرفي شحال لاصوم تمديها له حسب هو شحال محتاج يجوكم دراري تاني ما تولفيلوش انتي تصرفي عليهم كامل على بالنا بلي الدراري يروحوا ديريكتومون لمامون باسكو هي الحنينه ماما طيني نشري باسكيت غاليه ماما طيني نشري كدا ماما طيني نشري تليفون ماما كدا ماما كدا ماما كدا والام حنينه تمد لهم كل ما يروح البابا يقول له ما عنديش هاد الشهر عندي كدا هاد الشهر عندي كدا روح ليماك لوغ كي يروح ليما هي ما تعطي له الراجل يمرو ماركي بيان يصرف على ولادها لوغ فيت يمسح يديه حتى الحوايج العيد هم تيام دراهمك ما يشريهمش هو دونك والفه بلي قولي نو هاد الخطره ماشي انا نمدلك ما عنديش دراهم روح عند باباك ما يكون عندك دراهم نسحقهم حنا بيهم حاجه روح عند باباك ولا قولي لبابا هو يشري له انا دراهمي نسحقهم فوالا كان هذا هو الفيديو ان شاء الله نكون افدتكم وحليت لكم شويه عينيكم على هذا السوجي اللي داير المرار في النساء مساكن ان شاء الله طيحوا في ناس ماشي حرايميه ماشي طماعين الا شميتي فيه ريحه الطمع ريقليه باسكو الراجل يتريقله من نهار الاول والفيه كي يجي صلاغك شغل ما جوالو نورمال يا ربي تجيب معاك حاجه خفيفه باتيسري للدار ولا السلام عليكم الا كان مكفي ولا هدا ما كان هدا واش ديري الا ما كانش مكفي طلو شويه الا كنتو تكرو عطيني دراهم الكريه الا كنتو متفاهمي انكم تكرو كيف يعني نتوما واش تفاهمتو ما تفهمتو لا والو ما تمدي والو قلت لك تمدي برضاك هذا واش انا حابه نوصل لكم من هذا الفيديو مدي برضاك الراجل ما عنده حتى حق يوبليجيك انت تمدي له هذه هي بنتي راهي تبكي روح ليها خليكم تهلاو في روحكم تلاقاو مره جايه ان شاء الله سلام.